مساء الخير، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم احنا عند افخم محل في حي نزال اخوان، بشرى صوبة. وركز معي، ركز معي على العروض وعلى القعدة الهادية، تمام؟ حلو. احنا في حي نزال عند افخم واضخم مطعم في حي نزال على عصر العرض. شاف المكان شو حلو؟ بتكفي هادي، بتكفي لمتين شخص اقل اشي. حلو، يعني عندك عزومة لخمسمية شخص بلبيك في الطبقة. حلو، تمام. ركز مع الشيخ علي، معطينا عروض كثير قوية. الله يسعد مساك يا سيدي، يعطيكم العافية. تعرف ايش العروض اللي بدي اياها؟ عروض الناس الغلابة تاكل، وبدي الناس تجرب. جميع، تمام. طبعا لف على الكاميرا قبل ما نعمل اي عرض، قبل اي شيء اربع خمس هدايا للي بيشاركوا لايك مجموعات وبيعملوا شير، تمام. هم جمل على الاخوان، يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. احنا براند تركي اساسا، بديل للمطاعم الضائعة بشكل عام. يعني بس على صورة. بديلين على المواقع كاملة المقاطعة، الحمد لله عندنا فيدباك كثير كويس. عندنا من اللحمة للجلد، بروستد كامل، جنحان، تندر، تمسحة، بطاطا بجبنة، سندويشات لحمة وجلد، وإن شاء الله نعطيكم عروض تنظيف. تمام. في عرض بدي لكل أهالي حي نزال. أنا بدي عرض صغير وغنيور. حلو. انا هذا والله عاملينه اداره المطعم، عاملينه بس عشان الناس تجرب. حلو، اعطيك اياه بالمختصر المفيد. الناس تشوف قرمه في محل من برا بذكر اصحاب الغالي، بس احنا ما نكسر هاي القاعده، تمام؟ تمام. ابدا اول عرض، اكسر لي اياها بهذا القاعده، اكسر لي القاعده. يلا العرض اللي بيعمل شير وبشرها وبيعملها الى ثمن يعين عليه، بس لو يشارك. حلو. اللي بيحكي اسعارنا كثير، في ناس كثير بقول لك اسعاركم غالي، من المنظر بشوفهم برا بقول لك يعني عليه. احنا اسعارنا زي اسعار غيرنا، الاربع قطع كلها بيرتفع. اطلب منك عرض، اطلب منك طلب وعرض، بدي قطعه، بدي عرض يكون معها هديه. هيك الشروط والاحكام. يعني عليه عرض استفيد منه انا وياك. يلا فيدنا يا معلم، ادعمونا بلا سرقه. عشرين مشارك ولايكات وقلوب حب، خرب اول جائزه، ادعموا علينا. يلا عشان تبعت الأطفال لعبتهم كاملة. قديش؟ ب11.95 كامل. عيد العرض، يا للهول، كمل. 16 وجبتها كاملة بأغراضها ولعبة هابي ميل وسندويشة أطفال طبعا مع بطاطا، وجبة كاملة ب11.95. لا تتوتر، العرض كثير قوي. موقعنا سهل وما بتول. سيتي ار تشيكن، موقعنا عمان حي نزال مثلث المدارس بالجانب الصخر فرات سابقا، احنا مقابل شريف نبهان. كمل يا شيخ. كل الناس بتعرف انه انا بمثل شريف نبهان، احنا قبالة. حلو، تمام. المحل كثير فخم، قاعدة هادية، قسما بالله انا واحد من الناس حجيب اصير اجيب عيلتي واقعدهم. يا سلام عليك. بكفي الاحترام وبكفي الاستقبال عند الجمهور. يا سلام عليك. الاكل نظيف وكله محلي. احنا هون مقاطعين كمان، كله محلي معنا، تمام؟ ادعم يا سيدي. اللي عامل 30 مشاركة يا حمد. ادعم يا سيدي. الآن اللي عامل 30 مشاركة. حلو. ربح لي أول باكج، هسه يجي يستلم. هسه على ال 100 مشاركة. هسه يجي يستلم. أول باكج. الباكج يجي يستلم. عيد لي بصوت عالي. 16 قطعة. تمام. قطعة كاملة. وهابي ميل للأطفال مع سندويشة من اختيار دجاجة ولحمة. يا سلام عليك. يا سلام عليك يا هابي ميل. كمل يا سيدي الناس. 11 دينار 99 قرش. يا بلاش. والقرش بدل الكيس. حلو. يعني حسابك 12، تمام؟ تمام. الوجبة هاي كم قطعة؟ 16 قطعة، دجاجة ونص. دجاجة ونص 16 قطعة. مع كل التوابع، مع واحد بطاطا دبل، مع اثنين سما. تمام؟ مع البرجر كله كامل، ومع هاي تبعت الاطفال، هاي ايش بيجي فيها تبعت الاطفال؟ بيجي فيها سندويش برجر لحمه او دجاج او حبتين مسحب بتندر زي هذا. الخيار للطفل. الخيار للطفل. ما شاء الله كوادر هون الشباب، يعني داخل المطعم ما راح يلبوا كل الطلبات. هذا المحل كله تركي طبعا، مضبوط؟ كل شيء بيجي قدامك من هان من تركيا الا طبعا الخبز والبطاطا. يعني تمام، كمل اعطيه اعطيه. بس في شغله حكى لي عنها مدير المطعم لازم توضح لي اياها بالنسبه للدجاج او اللحمه. هذه اللحمه والدجاج بتعطيك العرض الثاني. يلا كمل يا سيدي. اعطيني سريع اللي عامل لك حمز بعد دقيقه. كمل يا سيدي الناس. هذه سندويش دجاج طبعا، والله هاي زين، انت شايفها بتشبعني وانا ونضال مع بعض. بطاطا وببسيه لا
بلرتين ونص. أوه. واللحمة نفس الإيسي ثلاثة ونص بدون وجبة بلرتين ونص. أسألك سؤال، أعطيني عرض الموظفين. آه بدي عرض الموظفين. أعطيني عرض للموظفين. هسا هاي بدك تركز كم جرام فيها. صدر كامل. يلا معلم. أيوة زيك. جاهزنا اللي بنستخدمه طبعا فريش بيوصل بوقته، ما بنستخدم أي إيسي. ارفع عندي. حلو يا سيدي. ما عندنا ولا إيسي ثلج بخش على المحل. كله طازة فريش. هذه تطلع جاهز فيها صدر كامل. اه زي ما انتم شايفين حجمها، يعني مش عشان التصوير وانا زي ما هي، وزبايني عارفينها. حلو. زبايني عارفينها. قديش هي؟ هذه بلرتين ونص وجبتها مع البطاطا. مع البطاطا ومع بيبسي. مع بيبسي هو سما، احنا مقاطعين البيبسي. والله يا اخوان اقسم بالله هاي بلرتين ونص هيك. تمام تمام. هذه اللحمة تبعتنا عندنا، احنا طبعا نستخدم لحمة ما في عندنا مثلج، عندنا انقص. ايوه هذا اللي بدي اياه، انقص بيف. اللي بيعرف اللحمة بيعرف انقص بيف طبعا حقها فيها خلص. مظبوط. يلا معلم كمل. عندنا سنجل تجي القطعة قطعتين وثلاث. تمام. ثلاث مرات ونص وجبتها بلرتين ونص السندويشة لحالها. يا سلام. هاي بدل قديش؟ أربعة ونص. بدل الأربعة والمنيو موجود. يعني بدل أربعة ونص؟ بدل أربعة ونص وجبتها بثلاثة ونص. طيب طبعا من 4 ونص شوي بس كان كانت الوجه كانت هاي الكل بيعرف. حلو تمام كمل. وهذه بلرتين ونص وجبتها كامل. هاي والله انا بعيد لما الناس بتيجي قطع الدجاج صوص. كلاسيك كلاسيك حار او عادي. حلو تمام كمل. شو هون؟ هذه تنحان صراحه عند زباين كثير يحبوا التنحان. كمل كمل كمل. تنحان باربيكيو صوص، تشيلي صوص او هاني ماستر. حلو تمام. صوصات بشكل عام موجوده عندنا، هاني ماستر، عندنا صوصات المحل الاساسيه والله ما بنسوي اي شيء. طيب كمل. هذه لك 8 قطع بلرتين. حلو. 12 قطع ثلاثه وعندنا لين 50 قطعه. يا سلام تمام. عليك. نيجي على العرض القوي. العرض القنبلي هون ورقم واحد. التندر تبعنا. الناس ممكن تستغل التندر تبعنا بيجي لك من برا بلرتين ونص. هاي ايه؟ من غير عدم؟ هذه تندر تسحب وتقول عارف. حلو. هذه حجمها بشكل عام. هذه شكلها بشكل عام، حجمها زي ما هي. 4.5 5. يا اخوان بدي احكي لكم شغله، لما نضال ياكل من الشغله اعرفوا انها ثقه. كمل يصير. كمل يصير. والله شغلات تفتح النفس. يلا معلم كمل. هذا باربع نص خمس قطع تيجي كاملة. والله اسعار رمزية. خمس قطع مع واحد بيبسي هي سما مع بطاطا مع التوابع. تمام. قد ايه؟ معها طبعا سلطة. في كمان سلطة. تمام. باربع ونص. باربع ونص. تمام. حلوين. كمل. وعندنا هذا طبعا نسميه احنا فريتوس بطاطا جبنة مع صوصات من اختيارك. جبنة أساسية طبعا، صار الاختيار تحبها عادي ومعها طبعا تندر. اخواني والله العظيم اسعار، يعني اسعار كثير كثير بتجنن. اسمع داخل المطعم احنا حي نزال اعطيكم الموقع بالضبط. اه اسواق ضرهم بس يعني اسواق ضرهم صار. تمام تمام. والحي السيد ابو ضرهم. يلا معلم. تمام تمام. احنا عبدالله بالهمين قسما بالله بشوف المحل فخم لهالدرجه، القعدات اللي فيه والموظفين والتعامل والاستقبال ونفخم الاسعار غير ولا اروع. لا والله ولا اروع للامانه. انا في هذا انا يعني طابع غريب. كمل يا سيدي. الحمد لله زي ما قلت لكم عندنا ميسي خلطتنا نفسها جايه من تركيا، حتى الطحينه اللي انا بستخدمه جوا مستورد من برا. حلو. الخلطه جاهزه. تمام. اعطيني العرض الاول. 16 قطعه. اه مع خلطتها كاملة وفي كورة طبعا مع الهابي ميل تبع الأطفال. حلو. مين؟ سندويشة لحمة ودجاج أو حبتين تندر بكاسة من الرخصوص. كمل العرض اللي بعده للناس اللي بخش الجاي. اه هذا طبعا فريتوس تندر شرتين ونص. سلام. بيجي فيه تندر قد حبتين تندر من هذول مقطعات صوص اللي بيعجبك. تمام. حلو حلو. هذا التندر خمس حبات ب 4 دنانير ونص. والله ما بتشبع. اه هذا الجنحان عندنا بيجي معه حب بيبسي. هذه بيجي هذا طبعا جنحان بيجي معها صوصاتها او برضه ما بحب الصوصات على برا. كل شيء موجود بلرتين الثمان قطع عندنا لين 50 قطعه. تمام. هون هذه سندويش الدجاج طبعا هاي والله سندويش موظف، والله هذا عرض الموظفين اخوان. بلرتين
وجبتين ونص وجبتها كامله وزباين عارفين. علبه سما ما بدنا نحكي علبه بيبسي، احنا مقاطعين سما. تمام حلو تمام. هون كم هاي اللحمه قبل كانت ب 4.5 هكذا كانت 4.5. تركز معي تركز معي مركز يا سيدي. وضح لي هذا دائم سند صح وعافيه ان شاء الله. تعال استلميه. تمام 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 كمل يا سيدي عشان دورهم القعدات واختم اللايف. ما شارك 30 مجموعه يشارك والمعه من لايك يا عم. طيب كمل. هذا زي ما قلنا انقص بير. الحمد لله من التوب. تمام هذا الموجود عندنا وغير اصناف في عندنا السيدور بالحاجات الجانبيه. كنا في عندنا كرات جبن موجوده، في عندنا الجنحان وصوصات اللي قلناها، كل شيء موجود. اعطيني المنيو اعطيني المنيو افتح. كل شيء موجود طبعا. السندويشات في عندنا انواعها، في عندنا رز طبعا. تمام هذه الحاجات الجانبيه وهذه الصوصات كلها اللي عندنا كله موجود الحمد لله. تمام موقع المحل موقعنا عمان حي نزال عند مثلث المدارس مقابل شريف نبهان اسواق دراغمي سابقا جنب اسواق الفروات. الفروات سابقا. طلع يا اخوان كيف القعدات. طبعا الاسبوع الجاي راح نعمل قعده للتصوير. حلو تعال اوريك طبق اللي فوق وانا عالصف بالمحل. تمام احنا فيه عشان اوريك كيف تكسر التصوير. دقيقه اي حدا بيجي بتصور عندنا بالمحل الاسبوع الجاي بس نعمل القعده. اي حدا بيجي بتصور بياخذ ليره. حلو اي حدا بيجي بتصور انا بدي اتصور يعني انا اجي على المحل اوصل اوردر واتصور. الشباب على كاش ما بقدر ياخذوا لي هاي ليره. انت تصورت عندنا حلو بدك تطلع برا باب المحل تمسحها مسحها. حلو تمام تمام كامل. بس المهم انك تتصور يعني هنا هون عند اسم عند شعار اسم المحل. اخوان احنا جيناكم من تركيا الفرع الاول بعمان. موقعنا عمان حي نزال مقابل شريف نبهان بجانب اسواق دراغمه واسواق الفرات. تمام يا سيدي هون 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 قعدات برستيج. طبعا انت وعائلتك تيجي هون بتقعد ترتاح ما في ازعاجات ما في اي هون للعائله. طلع كيف القعده يا سلام عليك يا نضال. طلع كراسي خشب مش مرتب. سيتر تشيكن سي تي ار تشيكن زي ما انت عندك عشان انا انجليزي سي تي ار تشيكن سي تي ار تشيكن وسيتر تشيكن هو المعروف عنده. حلو موقعنا عمان حي نزال مثلث الهنيني مثلث المدارس. احنا مقابل ابيسن للخضار والفواكه مقابل شريف نبهان بجانب اسواق الفرات سابقا. حلو المطعم كثير ضخم اخوان. تمام المطعم عنده فوق ال 180 فرع حول العالم وهذا الاول في الاردن طبعا. بده يصير 180 فرع له 180 له لهذا المطعم نفس البراند نفس الاسم نفس النكهه نفس جد 180 فرع حول العالم اغلبهم في اوروبا وفتح فلسطين مطعم الحمد لله وان شاء الله باذن الله باذن الله غير ينجح هون بعمان. حي نزال اخوان حي نزال احنا نزال العز والله نزال. تعال جرب المطعم على كبالك انا على كبالك نضال والله العظيم والله قسما بالله تمام نضالك المنه انتهى الموضوع. والله تعال اذا تحت نكتب موقع المحل. اسمع واحنا فوق واحنا فوق بدي اربح واحد هسه هديه. تمام ام وليد مكاحله ربح ليها كمان وجبه. طيب إيه؟ تمام تمام يا سيدي تمام احنا ربحنا وجبه اللحمه هسه وجبه الدجاج. يلا هسه تعالوا سلموه اللي بيربح السيدي يستلم هسه الان بكره ما في. تمام هسه احضار الايميل تعال استلم وجبتك. احضار بس احضار يلا بلا وين راح الشب طلع القعدات من هون معلم. قعدات ولا اروع يعني القعدات هذه كراسي طبعا مريحه اكل نظيف استقبال مرتب يعني المطعم اغلبه تركي. تمام تمام يلا نرجع تركيا. هاي تركيا هون صار حلو ما في داعي تغلب حالك وتروح على تركيا. احنا جبنا لك تركيا على عمان. تركيا فرع عمان والله شغلات حلوه شغلات تحفه. يعني محل للعائله للشباب بيجي يغدوا الموظفين على كفالتي انا الشخصيه. حلو حلو يا سيدي حلو. اللي بشوف المطعم من برا ايش مفكره؟ فكره ابو غالي. طبعا بدي احكي لكم شغله العرض لمده اسبوع كامل. تمام 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 أنا بحمد الله الافتتاح هاي المطعم احكي اسمه سي تي ار تشيكن. تمام سي تي ار تشيكن. تمام احنا في عين نزال مثلث المدارس مقابل شريف نبهان. اعطينا اشوف انو اخر هديه للي عامل لايك ومشارك. تمام للي عامل لايك ومشارك يلا معلم هديه قيم هاي المره.
ايات جبريل ربح لي ربح لي اياها. اقول لك شغله بايل وحده كمان بايل انك ضايل اعطيني يا سيدي اعطيني اشوف انه عامل لايك ومشارك تمام سريع خلنا عامل ريفرش اللي مشارك اللايف 20 مجموعه يلا هاي اسيل محمد محمود مبروك عليك كمان هديه كمان من ابو علاء بقول لك ربح لي كمان ثلاث سلسلة كمان سلسلة لحم لثلاث اشخاص يجوا يجربوا يلا عطر الشام اول سندويشه رند هباجه هباجنه كمان هاي سندويشه لحمه تمام وعم عمر المصري الله يعطيكم العافيه جميعا تعالوا جربوا الاكل وعم سعيد انا شخصيه واهلا وسهلا فيكم جميعا موقع عمان حي نزل بثلاث المدارس مقابل شريف نبهان واحنا بجانب اسواق الفرات سابقا حلو سيتي ار تشيكن سيتي ار تشيكن واهلا وسهلا فيكم جميعا.